واحد الخبر نشروا احد المواقع الالكترونيه كيقول بلي الدكتور سعد الدين العثماني ما مصرحش بالمستخدمين في العياده ديالو. هذا الخبر ماشي صحيح. المستخدم الوحيد في العياده ديال الدكتور العثماني عزيز اشباري دار تدوينه في الحساب ديالو كاين فيه هذا الشيء، وكيقول بلي كان المساعد الوحيد في العياده وكان مسجل في الضمان الاجتماعي وكل الكلام غير هذا كذب وتشويش. واحد الصوره كتروج هاد الايام في مواقع التواصل الاجتماعي البرلمانيه من البي جي دي كتطالب الغاء رواتب رجال التعليم خلال فتره العطله الصيفيه. هاد الخبر ماشي صحيح، والصوره اللي تم ترويجها هي البرلمانيه عراقيه سميتها حنان الفتلاوي.